بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفعل اللازم مثل قعدا، وفعل اللازم مثل قعدا، له فعول باضطراد كغدا، ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلاونا فدري أو فعالا. فأول لذي امتناع كأبا، والثاون للذي اقتضى تقلبا. للدا فعال أو لصوت وشمل، سيرا وصوتا الفعيل كسهال. أرز الدكم فعلي لازم أفرمي وكو قعدة مسترك كبويها فعولة قعدة قعودة جلس جلوسا باضطراد يعني ببردوامي امشتي هي اكو غدا غدوا مثلا مثال بودينتو بشرتك مستحقي وزني فعال فعلان فدري بزان فعال نبيت چونك فعلي لازم لما ندا بوشتيك بكاد جيلي اكو بحثيك فاول اوي اولا كفعال بيت لزي امتناع ما استرك كبو امتناع بك هذا الجيل تلال كالاساسي لسر امتناع. والثاني دوميا كفعلانا للذي اقتضى تقلبه بو تقلب بو تحرك حال رزم دي بو بك هذا الجيل. او وقتا ارزي برادري خومكم سيها مكشك فعالا للدا فعال بو درمان دا درتا زاول للدائية لا أصلا لما الوزن شاركك دوتي بس هي للدا زور باشا. أو وقتها أو لصوت وشمل بو درد بكار دجيري يا أصلا بو دنجيش يعني وزن فعال داكريا مسترك بو معنى هايك بكار جيري كا أولا درد يا بو مسترك هايك معنى دنج ولا شرح كذا توضيحي ده. أو وقتها وشمل سيرا وصوتا الفعيل كسهل وشامل ده بيه لجهة سير صوته يعني مسترك بمعنى سير بيه مسترك بمعنى صوت بيه مسترك بمعنى روشتن بمعنى دنج بيه فعيلش معنى هي وكو تي وكو صحل كلمة تي صحيلة. بل بسم الله الرحمن الرحيم. وفعل اللازم بفتح العين مثل قعدا له فعول مصدر باضطراد كغدا. فعلي لازم بفتحي عين الفعل فعل بفتحي عين الفعل زوجك أفرمي وكو قعدا فعولي هي مصدر باضطراد ببردوامي وكو غدا غدوا بشرت ما لم يكن مستوجبا فعالا بكسر الفاء أو فعلانا بفتح الفاء والعين فدري أو فعلا بجز أنا فعالج بضم الفاء أو الفعيل أو الفعالة بكسر الفاء وما دام استحقاق إماني نبي جاء أمجا أويك بيوي سليرا لسرف علي لازم بقتري لما نخوار ودا هاتوا يك لصحيحة زور زور دار همانا علي قعد قعودا جلس جلوسا سكت سكوتا ثبت ثبوتا ركن ركونا طلعت الشمس طلوعا غربت غروبا زورا فعلا بلازم علي لازم بنوعي صحيح زورا واتلف علي صحيح دا زورا بيخوين ميكرتك قعد قعودا جلس جلوسا سكت سكوتا ثبت بسيس نقطة ثبوتا باشان عرزي زناب الدكم ركن ركونا طلعت الشمس طلوعا غربت غروبا اتلا مزورا لواقع ده اما اللي صحيح ده باطراد وبردوامي هي لما طلو فاشا وكو وقف وقوفا اها يا دلي وضح الامر وضوحا يا وضع وضوءا الله تعالى وضوء دبيت اسمي مسال الله تعالى هرتم بركج بمسالي دادن الواقع ده
حال لازم دبي زرتك وجب وجوبا سقط سقوطا عمل لما تل الفان امرش هي لما تل فاش ازوره عزيزنا بدك ام بلام بظاهري لما تل العين دانيه اجرج ببشتي شي ضعيف ولاوازو كما جاء سيدين لما تل الفاد ربع تل اللام دنا دنوان دنوان ايش رفعوا له دنا دنوان بدا بدوان غدا غدوان اها كابن مالك ايش دله له فعول بالتراد كغدا مثال بنت لا مكدنه ثاني وكو غدا لبتس بغدوان بس غدا غدوان دنا دنوان عتا عتوان اها وش معنى عتا عتوان ايشون يا نما نموان نمو رشقه بيسوى نموه ولا اصل الله اي رحمه الله لمضاعف جدا همانا قر قرورا مر مرورا مرور بيستوى شرتي مرور خو عرب زوري بكادين مر مرورا يا عرب ضلان كل البصر كلولا وقتك تشاو ضعيف وناتان ضلان كل البصر كلولا جاء عزيز انا بدكم معتل العين وزني فعولي بما سكت داكما مثلا كتو يعني غابة الشمس غيوبا اما كتو حال يزم دبي اما كتلا غابة الشمس غيوبا يا بعد بيودا حال يزم دبي لبرتي ام كارة دكري ضعيفة لردا لبر لبر واوية كدودا انا حرف علي تلا لبنو كاتيا بنوعك خلصيك فراهم دكا لبر خاتير لما تلو العين دا اوشتا خلاصي كلام هيا اما فوق العادة كم باشا فأول وهو فعال بكسب الكسر مصدر لذي امتناع كأبا أبا إباء أول دانان لمسيانا وقت دل سزاواري فعال وفعلان يعني معنى كيب أمان نبيت حال يزن نبي أولا كفعال بكسر مصدر بوهرشك كبو امتناع بيت زرتك وكو أبا جادي قدك لسر أوى لقى موصيفي لزابا دي داشتك يا ألان أبا أرزيزنا بدكم يعني أبا كلازم بيت شونك أم فرمي وفعل اللازم ابن مالك ويقول إرادك دجيلي لابن مالي لردا خوهر لفعل لازم جدا كآوى بحسيكي لفعل دا كلازم وزني فعالي تداهي وكو أم دلي ولا متعدي شرويه شوك مثلا دقتك أبا بمعنى امتنعي باشا زرتك بلن أباش معنى هي متعدي بمعنى كريهية كريهية متعدية مثلا لقاموسي في لزابادي هاتوا أبا الشيء يعني كريهه أو شتيبين أخوش أما كبلي أبا يعني امتنع أو وقتي ويب الله أن يتم جاء ياب عن يابشتي شيكا متعدد بوقاته بلان أبا كبمعنى كريه بي مستقيم لتسال مفعول به هيس حرف جرآنين أو لف قاموسا هاتو دلاء أبا الشيء يأباه يأباه يأبيه شي هي دلاء يأبيه بكسر شي هاتوا إن لباب دوبيا إباء إباءة نش هاتوا لم حالو يباوكا او ارادة هيا بلانزا ظاهرا ارادكا زور واردنا ببدلل وي ابن مالك وادردك اويل نظر دابي بك بزوري مادي ابا بمعنى امتناع هاتبه كبمعنى امتناع شاتبه لازم الواقع دا باشان وكو ابا اباء نفرا نفارا شاول ليه شرد شرادا يا مثلا فر فرارا جمح جماحا طمح طماحا طمح هنا يرتفع والثاني وهو فعلان مصدر للذي اقتضى تقلبه دهميا كوزن فعلان مصدر بفعل كمقتزية أو فعل بوتي وتقلب زرتك
صيغي مسلك بو هرشتك معناي تقلب اهتزاز وحركة جولانوي تدابت وكو مثلا أم مثال بمدينة بوخي جال جولانا هاتو شويكر دي أم جولانا ما لواقع لا بوخي معناي كي تدايك معناي كي جولانوي حركته هواي بوكا يا مثلا دلين عرب دلين غلت القدرة غيلانا يعني أو من جاليك لسر أوربو وانكم هنا وكلهم هنا دي أو وقت يكل دي لمن جالة توليتي جاري ويا قازكش دجولانة ويا معنى تحركي تلايا زوتاك يا دلين نزان نزوان النزوان تيا نزوان أو حالتيك معزارتم هي كحيواني نيرينا هيتي بالنسبة مينا ويا زورتك يا دلان ذأل بزال ذأل ذألانا يعني أسرع على روشتن دابا فلهو يا طار طيرانا طيران يسا كلمية كلنا وعرب دازا بكاد البتبو قردشاي هواي زوت البكاد الضربان بلا هم وأمانان كلا يتزورنا مسلانا لواقيدا لدى يعني بو مرس بو داء مرس الثالث وهو فعال كفعال به بالضمي وكوتي سعال سعالا سعال بسيلا زيلا بكوكا أولا حال لازم دبي اللي ببردوامي بضمي فادي جاء دو نوعي دي نوعي شي بيانجري مرز نخوشية وكو سعال سعالا أو لصوتين نوعي دوامي دنجا وكوتي صرختي صراخا نوعي قريانا وشمل سيرا وصوتا الرابع هو الفعيل ونوعي توارم كفعيلة شاملة هم بو سير هم بو صوت وكو سهل صهيلا سهل بسيلا أو شيحي أسبي بيضلا أسبك لو خالك ديالي بلنتو تاني قاتان حواد داو حيلة 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 بيضلا بواب زانم أنا بخواب كودي ويب يلا حيلة أسب قلت اللي في المشادي بيت أنا قد دستكاني حواد داو الدنجي كيسير للبتو أو الصهيلي بيالانا الرحلة رحيلا أمش سيرة أو أن صود ومش سيرك سيرك وكوتي وكو مثلا علي رحل رحل وانا سيرة روشتنا كوتي كرت ووقتا وللحرفة والولاية الخامس كتي كخاط خياطة وصفر بينهم سفارة أي أصلح معنا الصلحة ولايات يتلما عزيزنا بدكم حرفة وكو خاطة أو خياتي لباس دروي أو بيشيا ولاياتيش تسربرستي هر كارك واتوديكي ولاياتي بدلاً العربي دا وضل السفر بينهم سفارة يعني لبين دا متعهدي تبو صلحي كده بس فعلي لازم دي قفرمو يعني بفعولكي وبوبة دا وزن ببشش أبشر وزني إيه وجالس يبغى رحمه الله للكتابة هم اللي قال يكاهنا وقاتي كده بلا عم زب بتهي الدريان بين يعني إتر آوى إتر الزحمة تيجي لا وقت